الآن موعدكم مع المناظرة بين الدكتور منقذ الستار حفظه الله من الطرف المسلم والأستاذ الشخوص من الطرف النصراني حول عقيدة فداء الصلب لغرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي لبرنامج البلتوك. المداخلة الأولى للأستاذ الشخوص، فليتفضل المداخلة. ما هو شكرا جزيلا. حاجات كتير لازم الواحد يرد عليها، والا يتقال عليه انك انت ما ردتش، وانا مش عارف اجيب الوقت ازاي. اولا ارجو ان تقول اذا كان الحديث ده ضعيف ولا مش ضعيف، وانا ما اعرفش انتوا تعرفوا كتبتوا ازاي ده ضعيف وده قوي وده متشابك وده ما عمل ادميا من عمل يوم النهر احب الى الله من احراق الدم، وانه لتاتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واصلافها أي فتوضع في ميزان الحسنات 70 ضعفا. يعني أحب أعرف برضه إذا كان ده ضعيف ولا مش ضعيف. الآية اللي أنت سألت عليها فيها كتير، وأنا أقول لحضرتك واضح بتمام في إنجيل في رسالة يوحنا الأولى 3:9: كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. ولكن لابد أن تفهم أن هناك خطية للموت وخطية لغير الموت، لأن هذا الذي يقول هذا الكلام يقول إن قلنا أننا لا نخطئ في رسالة يوحنا الأولى 1:7 نجعله كاذبا، ولكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ويقول أيضا: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. دي 1 يوحنا 1:7. أرجو أن أوضح لك حقيقة بأن السيد المسيح كان يعرف جاي عشان إيه. لقد قال لهم إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويقدم نفسه فدية عن كثيرين. وقال أيضا لليهود: والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل خلاص العالم. فهو يعلم ماذا يقول. كون أنه هو كان بدموع وتضرعات، من الضروري أنه هو لازم تفهم. ولولا أن صعوبة أن الله يأتي لفداء البشر لما كان لابد أن يوضح ليس فقط بنبوات بل بقصص برموز. فأنت بتقول مالنا ومال إسماعيل وإسحاق؟ لا يا حبيبي، هذه رمز لصلب السيد المسيح. خذ ابنك وحيدا وقدمه لي على الصليب. وأعتقد أن السيد المسيح أوضح ذلك حينما قال لليهود عن مثل الكرامين الأربياء، وأعتقد أنك تعلم هذا المثل. دعني أجيب مثل الكرامين. القصة بتاعت مثل الكرامين الأرضية أعتقد لما يعرفهاش إن إنسان بنى قبر وودى الكرامين بعض العبيد حتى يأتوا بثمر القبر، فضربوهم وشكوهم، وبعدين يقول لهم: وإذ كان له ابن وحيد محبوب لأبيه قال: أرسل ابني لعلهم يهبون ابني. فقالوا: هذا هو الوارث، هلما نقتله فيكون لنا الميراث. وهنا يقول: إذ كان له ابن وحيد محبوب لأبيه، ويشرح بأن هو على مستوى آخر غير العبيد اللي اتبعه، وأن كل المرسلين قبل كده كانوا عبيدي مرسلين، أما هو فابن وحيد مولود لأبيه. نترك مثل الكرامين والشرح بتاعه، أكتفي باللي أنا قلته. وأقول أن لولا أن الله يعلم صعوبة أن الإنسان يفهم حقيقة أنه سيأتي لفداء البشر لما أعد كثير من الرموز والنبوات. فالذبائح في العهد القديم كانت ترمز إليه، ولا نقول نصوص فقط، لأن أنا لو جبت نصوص حتى سهل أنك تقول لي محرف، ولكن حينما نتكلم عن طقس الذبائح لازم تفهم. فكان طقس الذبائح يشير إليه. كيف يشير الذبائح للسيد المسيح؟ المسيح هو الله المتجسد، الله وقد اتخذ جسدا.
يشار إليه بالذبائح كيف؟ أول حاجة في الذبيحة أن تكون من الحيوانات الطاهرة التي بلا عيب، والحيوان الطاهر الذي بلا عيب يرمز للسيد المسيح، لأن الإنسان لا يمكن أن يرمز للمسيح، الإنسان خاطئ والمسيح بلا خطية. قال له تاخذ حيوان طاهر ويكون بلا عيب، تتريقوا وتقولوا إليكم خروف، ولكن الحقيقة أن الخروف ليس خاطئ، قد يكون حامل خطية. ولكن لأن السيد المسيح هو أيضا إنسان كامل وإله كامل، أراد أن يشير بأن الذبيح إنسان، فقال لإبراهيم خذ ابنك وحيدا، لأن أنت مش فاهم إيه علاقة إبراهيم بالموضوع، خذ ابنك وحيدا وقدمه لي مشرقة. ونسأل طالما الإنسان لا يصلح أن يرمز إلى السيد المسيح، لماذا تقول لإبراهيم خذ ابنك وحيدا؟ يقول لأنه يريد أن يشير بأن الذبيح إنسان وليس خروف. ولكن في واقع الأمر إسحاق لم يذبح، بل فدي بذبح عظيم، لأن إسحاق مهما كان يرمز للمسيح ولكنه إنسان يقارب في الشبه فقط. عشان كده تأتي سارة وما تجيبش نسل تاني إلى إسحاق، ويأتي وقت يكون هذا بعد حوالي 90 سنة، أي من مستودع سارة الميت لكي ما يقارب المسيح ابن العذراء بقدر الإنسان. فالذبائح تشير إلى السيد المسيح وتشير لصعوبة فهم الإنسان حقيقة ذبح إله لفداء البشر. يأتي بعد كده كيف يشير إلى المسيح كإله حي. قال له تيجي في عيد الكفارة العظيم تأخذ ذبيحتين، تذبح واحدة والتانية تطرق في الصحراء، أحدهما تمثل الذبيح المسيح المصلوب، والتانية تمثل المسيح الحي الذي قام من بين الأموات. ويرى يوحنا في سفر الرؤيا خروف قائم كأنه مذبوح. هل هو قائم أم مذبوح؟ هو قائم كأنه مذبوح، يذبح ويحيى تاني. ومن هنا أتى ملك صادق يقدم الذبيحة بخبز وخمر، وهو التي تقدم آليا، والذبائح بطلت لأن المسيح بمجيئه أبطل الذبائح. وأكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مرة أخرى الأستاذ الكريم يعجز عن إجابتي عن واحد فقط مما ذكرت. الأستاذ الكريم مولع بالاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فمن ذلك الحديث الذي ذكره عن الأضحية أنها تأتي يوم القيامة بأضلافها وأصوافها إلى آخره. مرة أخرى الأستاذ لا يعرف لماذا نحن ضعف الحديث. البخاري يا أستاذ الكريم يقول عن هذا الحديث بأنه منكر، لماذا؟ لأن في إسناده يحيى ابن عبد الله ابن نافع قال عنه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال عنه النسائي متروك. الذهبي ضعفه لراوي آخر في سنده رجل اسمه سليمان، وهذا الرجل ضعيف. هناك عدة علل في هذا الحديث أستاذي، أرجو العلم الذي لا تجيده ألا تتحدث فيه. إن شاء الله بعد المناظرة نوضح لك لماذا نحن نضعف هذا الحديث ولماذا نصحح غيره. فالقضية عندنا وفق علم عظيم لم تعرفه إن أمة أخرى، إنه علم الجرح والتعديل. الأستاذ الكريم يقول بأنه لا يمكن للإنسان أن يفهم هذه العقيدة، بالفعل هي لا يمكن أن تفهم. كيف يؤاخذ الإنسان بذنب لم يرتكبه؟ لذلك ينبغي أن نفهم بأن المسيح كان رمزه قد أتى في العهد القديم، وهي الذبائح. الذبائح كلها كانت ترمز إلى المسيح. من حق الأستاذ أيوب أن يقول لا، هذه الذبائح كانت ترمز للخروف الذي سيذبحه غدا عندما يزوره الشيخ أبو عبد الرحمن. لماذا يعتبر رمزك صحيح ورمز الأستاذ أيوب ليس بصحيح؟ قضية أخرى، الأستاذ الكريم يقول إسحاق لم يذبح وهو يرمز للمسيح. بالفعل إسحاق يرمز للمسيح، لم يذبح. الذي ذبح هو غيره. من هو الذي ذبح؟
الذي ذبح يهوذا الأسخريوطي، لماذا ذبح يهوذا الأسخريوطي بدلا عن المسيح عليه الصلاة والسلام حتى يكتمل الرمز في قصة الذبيح؟ أما قرأت يا أستاذي في سفر الأمثال 11:5 بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره، بر المستقيمين ينجيهم وأما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. الصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانه، ويأتي الشرير مكانه، فجاء يهوذا الأسخريوطي كما جاء الخروف في قصة الذبيح بدلا من المسيح عليه الصلاة والسلام. هذا ما يقوله كتابك يا أستاذ. الأمثال 21:18 يا أستاذ، الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار، الأشرار هم كفارة لخطايا الأبرار، مو المسيح البار كفارة لخطايا الأشرار. القضية صارت مقلوبة عندك يا أستاذ. المزمور 34:21، الشر يميت الشرير ومبغضو الصديق يعاقبون. عرفت يا أستاذ كيف نجى المسيح عليه الصلاة والسلام؟ الآن يا إخوة يا كرام، الأستاذ الكريم أحضر لنا نصا، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. الأستاذ عنده معنى واحد للفداء، أن يموت الإنسان بدلا عن الآخرين. لا يا أستاذ، ليس هذا المعنى الوحيد للفداء يا أستاذ. اقرأ يا أستاذ ما يقوله كتابك في أعمال الرسل 7:35، هذا موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا وقاضيا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا، أرسله الله رئيسا وفاديا. فهو فادي، ولا يعني ذلك بأنه صلب تكفيرا عن خطايانا. التثنية 7:8، أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم، الرب فداكم يعني أنقذكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. التثنية 21:8، اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت، فديت يعني أنقذت، غفرت، مش معناها الذي صلبت يا ربي نيابة عنه. إشعياء 49:7، هكذا قال الرب فادي إسرائيل، فادي إسرائيل، فالرب هو فادي إسرائيل، يعني هو الذي ينجيهم، هو الذي يحميهم، وليس معناه أن الرب بلاهوته الأقنوم الأول من أقانيم اللاهوت قد مات تكثيرا عن خطايانا، فهذا لا يقول به أحد من العقلاء. الأستاذ الكريم عندما يقول بأن المسيح مات فدية عن كثيرين، يرى بأن المسيح باختياره قد صلب، والنص لا يقول هذا يا أستاذ. النص يتحدث عن المسيح الذي كان يدعو في البستان. هو مش عارف انه جاي عشان يصلب؟ لا هو عارف. طيب ليش يدعو هو في البستان؟ ان يصرف الله عنه كأس الموت. طيب لماذا هرب منهم مرارا وتكرارا عندما ارادوا القبض عليه؟ طيب لماذا طلب من التلاميذ ان يحضروا سيوفا للدفاع عنه؟ هل السيوف تستخدم للدفاع والقتل والقتال ام فقط لتقشير البطاطا؟ لماذا صرخ وهو على الصليب إلي إلي لما شذبتني، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أما كان يدري بأنه قد جاء من أجل أن يصلب تكفيرا عن خطيئة الأستاذ يوسيفوس ومليارات من المسيحيين الذين سينجون فقط لأنهم يؤمنون بأن المسيح قد صلب كفارة عنهم، وبعد ذلك ليس عليهم أن يصوموا ولا أن يصلوا ولا أن يصنعوا أي شيء من البر، يكفي فقط أن يؤمنوا بأن المسيح صلب نيابة عنهم، وهنيئا لهم سيدخلون الجنة. أستاذ الكريم، أتدري أن بعض العلماء حقيقة حابب رأيك في بعض المسائل المتعلقة بالصلب بدل ما تنقلنا لقضايا ليس لنا علاقة فيها؟ أغسطينوس يرى بأن الإنسان لن يفدى إلا إذا آمن بالمسيح، وأنه من لم يؤمن بالمسيح فإنه لن يفدى، ويرى بأن الأطفال الذين ماتوا قبل التعميد سيذهبون إلى جهنم. يقول سوف لا يتمتعون هؤلاء الأطفال الذين ماتوا قبل التعميد، سوف لا يتمتعون برؤية ملكوت الرب. أغسطينوس وأكويناس يرون بأن هؤلاء الأطفال محرومون بسبب خطيئة آدم، ليس بسبب ذنب أذنبوه.
لذلك أغسطينوس في كتابه On Original Sin يقول بأنهم لن ينجوا إلا بالإيمان بالمسيح. الأطفال الذين ماتوا لن يؤمنوا، لن ينجوا إلا إذا آمنوا بالمسيح، وبالتالي هم وغيرهم من الأنبياء يعذبون بالنار، يعذبون بالنار. فمثلا يقول بطرس في رسالته الأولى 3:19 بأن المسيح ذهب فكرز للأرواح التي في السجن إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح. فهؤلاء الأنبياء جميعا كانوا في النار، كانوا في النار ينتظرون المسيح الناجي. كل أعمالهم الصالحة التي صنعوها لا فائدة منها. لذلك الأستاذ بولس السلامة في كتابه مع المسيح يقول كانوا في أليمبوس أي جهنم مقر لأرواح الصالحين الأبرار، أبرار صالحين قاعدين فين؟ في جهنم، مقر لأرواح الصالحين الأبرار الذين أوصدت في وجوههم أبواب السماء بسبب خطيئة آدم الأولى، فلبثوا حتى مجيء آدم الثاني أي المسيح. عوض سمعان يقول مهما كانت عظمة موسى فإنه لولا نعمة المسيح لكان قد هلك واستحق عقابا أبديا. يقول أظن أن مجيء الرب المخلص قد أفاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب بغفران الله لهم. إذن هؤلاء الأنبياء جميعا كان مصيرهم إلى النار، لا ينقذهم من النار إلا أن يؤمنوا بالمسيح. طيب الأطفال الذين ماتوا قبل التعميد أيضا سيكون مصيرهم إلى النار، هل هذا يا أستاذ عدل؟ هل هذا عدل؟ طفل يموت لم يسمع بالمسيح يذهب به إلى النار، هل هذا من العدل يا أستاذ؟ أنبياء الله البررة، نوح الذي كان بارا في أجياله كما يقول الكتاب المقدس، هذا يذهب به إلى النار بسبب من؟ بسبب خطيئة آدم؟ أليس من الظلم يا أستاذ أن يدخل نوح النار بسبب آدم الذي عصى الله ولم يستأذنه؟ يا أستاذ إن هذا المعتقد العجيب الذي تبشر به لمعتقد بالفعل يثير اشمئزاز العقلاء، إذ كيف يعقل أن الله لا يقدر على غفران الخطيئة إلا بأن يرى دماء ابنه الوحيد تسيل على الصليب؟ أهلا وسهلا بالأستاذ يوسفوس، تفضل أستاذي لك المايك. شكرا جزيلا. فلنكمل أولا موضوع الذبائح ونرد على النقطة اللي حضرتك أشرتها. الذبائح كانت تشير إلى السيد المسيح، والذبائح انتهت بمجيء السيد المسيح وهذه الحقيقة، وتم هدم الهيكل ولا تقدم ذبائح. حرد بس اديني فرصة حرد على كل النقط اللي انت بتقول عليها. يعني انا اعمل ايه؟ انا ليه 10 دقائق؟ يعني انت خد 10 دقائق، كل واحد عايز 10 دقائق، اعمل ايه؟ ولكن الذي نريد ان نوضحه ان الذبائح انواع مختلفة. الذبائح لها سفر اسمه سفر اللاويين يشرح هناك ذبيحة خطية وذبيحة اسم وذبيحة محرقة. ولو أعتقد أن يعني باختصار شديد أتكلم على نوعين، ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية. فذبيحة المحرقة كانت توضع رائحة سرور للرب لإرضاء الرب. أول من قدم هذه الذبيحة أبيل التي قبلت منه وجاءت نار من السماء التهمت الذبيحة. قايين عارف كده أدل. وذبيحة المحرقة أيضا مثل ذبيحة نوح الذي بعد الطوفان قدم ذبائح فتنشم الله رائحة الرضا. يقول تنشم الله رائحة الرضا، إنه كان ينظر إلى ذبيحة المسيح التي تصالح الله بالإنسان وتشبه ذبيحة إسحاق، فإسحاق ذبيحة محرقة. كان ذبيحة المحرقة تتاخد وتتحط على الهيكل وتفحص بعناية وتقدم ويؤخذ دمها على الهيكل. أما ذبيحة الخطية فهي تختلف تماما في طقوسها عن ذبيحة المحرقة. يجي الشخص يحط إيده على الذبيحة يعترف بخطاياه، يكون الحمل الذي يقدمه حامل خطية وليس خطية. تؤخذ هذه الذبيحة وتتعامل معاملة أخرى تماما، فهي لا تتراءى أمام الله
وتصبح خارج المحاكم، ونسأل لماذا في أنواع من الذبائح، ولماذا في نظام كهنوت يقدم الذبائح. وأنا أسأل أخي المسلم، لماذا ليس عندك كهنوت يقدم الذبيحة لتديها الأول واحد يقول جبار أذبح؟ ولماذا ليس عندك نوعيات الذبائح التي في عهد القديم؟ هل هذا تحريف أم أن الله يريد أن يقول لك شيئا؟ السيد نجمع بين كل أنواع الذبائح، فليس هناك ذبيحة تنفع ترمز للمسيح بالكامل. المسيح كذبيحة محرقة يقول من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب، والمسيح كذبيحة محرقة يقول من أجل هذا أتيت مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. وتسأل هو لما بيقول العمل الذي أعملته كان أجل الصلب، أنت عايز يسيب الصلب يقول الآية دي؟ لما حاجات كتير بيقولها وحتحصل بعد القيامة، لما قال للسامرية الماء الذي أعطيه ينبع لحياة أبدية، هل هي خدت هذا الماء ولا بعد القيامة أخذت الماء؟ الكنعانية التي قال لها لا تحسن أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، هل خدت خبز البنين ولا بعد إيمانها وقال لها عظيمة يا امرأتي هتاخد خبز البنين بعد القيامة؟ المسيح يجمع بين أنه ذبيحة خطية وذبيحة محرقة. كذبيحة خطية يقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، وكذبيحة محرقة يقول الكأس التي أعطاني الآن ألا أشربها؟ فالسيد المسيح الذي أتى إلى الصليب ويعتبر مجد ويقول من أجل السرور الموضوع أمامه، هو الذي أتى إلى الصليب متألما ومتمنعا من حمل خطايا البشر وهو القدوس، فليس من المعقول أن يحمل خطايا البشر بسرور. وهذا هو عصرة الصليب، وهذا هي العصرة التي ينطبق عطية لكيما تفهم. من لا يفهم الصليب لن ينول الخلاص. تكلمت عن بعض النصوص عن فداء، وأنا كما قلت لك أن كثيرا من القصص تشير إلى المسيح، زي قصة إبراهيم يذبح ابنه الوحيد إسحاق، قصة شعب بني إسرائيل كلها تشير إلى فداء. فخروف الفصح كان رمز للسيد المسيح، وكما أن كان خروف الفصح سببا لأنهم يعبروا من أرض العبودية المسيح سببا لكي ما يخلصنا من أرض الشقاء. حاول تشوف ماذا قال السيد المسيح عن خروف الفصح، العهد القديم عن خروف الفصح. قال له يكون لكم رأس شهور السنة، ايه أهمية هذا؟ لا يأكل منه أغلب، أي ليس بينه وبين الله عهد. تأخذ في اليوم العاشر وتبقيه عندك أربع أيام وتسبحه في العشية. وأسأل هل مصادفة بأن عيد الأضحى في اليوم العاشر؟ سؤال يعني أحب الإجابة عليه برضه، ولكن هم كانوا يشتروه في اليوم العاشر ويسبحوه في يوم 14 من الشهر. فكان خروف الفصح يرمز إلى ذبيحة السيد المسيح. أغلب أي أنه غير مختون، أي أنه ليس بينه وبين الله عهد. وهذا ما يحدث الآن حينما نقدم ذبيحة المسيح، لا يأخذ منها إلا من تم أن يكون عماده. فالعماد يدل بديل الختان، الختان كان عهدا قديما والعماد عهدا جديدا. معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أستاذي، المسيح الفديء الفداء الخروف الكفارة لا يأكل منه أغلف مثل خروف الفصح. إذا كل أغلف الآن يا إخوة لن يكون له نصيب في الكفارة. نهنيئا للمسلمين واليهود، فهؤلاء فقط ليسوا بالغلف، هؤلاء فقط هم المختونين، هم الذين سيتمتعون بالنجاة وبالكفارة المصلوب الخروف الفصح. أما الغلف فهؤلاء ليس لهم عهد وليس لهم كفارة. الأستاذ الكريم يقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، مش معناها أنه أكمله، لا لا لا،
معناها لم يكمله. مثل لما قال الماء الذي أعطيه، الماء الذي أعطيه زي قد أكملته، يعني بعدين. مين قال هذا يا أستاذ؟ أي لغة هذه التي أنت تتحدث فيها يا أستاذ؟ الأستاذ حدثنا طويلا عن أنواع الذبائح، وهذه الذبائح كما قلت لك أستاذ كانت ترمز لخروف السيد أيوب الذي سيذبحه غدا، ولم تكن ترمز للمسيح أبدا عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت مصرا على أنها ترمز للمسيح، أخبرني كيف عرفت من الكتاب أنها كانت ترمز للمسيح وليس لخروف الشيخ أيوب. الأستاذ الكريم يقول: مصادفة غريبة، هنا يشترى الخروف يوم 10 وعندنا المسلمين يذبح يوم 10، والله غريب جدا، مع أنه عندهم يذبح يوم 14. كأنه هذه، هل هذه مجرد مصادفة؟ لا أبدا أبدا، هذه تدل على أن المسلمين أيضا يذبحون كفارة نيابة عن إيش؟ عن الخطايا اللي كانوا عملها أبوهم آدم وأحفاده من بعده. من قال هذا يا أستاذ؟ لماذا تقول النصوص ما لم تقله؟ طيب بتعرف يا أستاذ أنه كمان بيصير نذبح الذبيحة في يوم 11، وبيصير نذبحها في يوم 12، وبيصير نذبحها في يوم 13، وما بيصير نذبحها في يوم 14؟ إيش رأيك يا أستاذ؟ فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ذبيحتنا تختلف عن ذبيحتكم. عموما يا أستاذ يا كريم، أنا قلت لك لن تجد وقتا للإجابة عن أسئلتي، وما قلته قد كان. يا إخوة يا كرام، سأقرأ لكم هذا النص في متى 15:22: ارحمني المرأة الكنعانية تصرخ خلف المسيح تقول: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة ولا رد عليها، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا، زعجتنا، طب نتراسنا حتى نرع من وراها. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، اللي هم الأهل الختان، أما الغل فليس لي فيه النصيب. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. من الكلاب؟ يعني إحنا الذين لا لسنا من بني إسرائيل. فقالت: يا سيد نعم، والكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. رضيت أن تكون من الكلاب لما تحنن عليها عندها وقال لها: عظيم إيمانك يا امرأة، ليكن لك ما تريدين. أنا أسأل يا سيد أيوب، هذا الذي رفض أن يشفي كنعانية تسجد بين قدميه وتطلب منه أن يشفي ابنتها، رفض أن يسجدها، هل هذا صلب تكفيرا لخطايا الكنعانيين والفينيقيين والآشوريين وغيرهم؟ عجيب جدا، إنه يرفض أن يعمل خيرا لهذه المرأة، حيصلب تكفيرا عن خطيئتها؟ أبدا أبدا يا أستاذ، فهو فقط لأهل الختان، أما الغل فليس لهم نصيب من الكفارة كما ذكر حضرتك. أقول يا إخوة يا كرام، المسيح عليه الصلاة والسلام أمر الأستاذ القس يوسيفوس أن يقيم ناموس الله تبارك وتعالى، لكن الأستاذ قال بأن المسيح أعفاه عندما صلب كفارة عنه، أعفاه من كل الأوامر التي جاءت في العهد القديم أو من جلها، فهو لذلك لا يقيم كلمات الناموس. لماذا؟ لأن المسيح قد صلب تكفيرا عن خطاياه التي سيصنعها، ومنها أنه لا يطبق الناموس، مع أن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. لكن الأستاذ يقول لا، يقول لا، هو صلب من أجل أن يكمل الناموس، يعني هو يتحمل عنا كل هذه الأوامر الموجودة في العهد القديم. يرد على الأستاذ المسيح بقوله في متى 23:1: خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، فاحفظوه وافعلوه. لكنهم لن يسمعوا كلام المسيح، بل اعتبروا ما قاله الكتبة منسوخا بصلب المسيح. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. الأستاذ ترك كلام المسيح وجرى خلف بولس، بولس الذي يقول لهم: أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. عفوا، ليس بولس الذي قال هذا الكلام، أنا أعتذر، هذا الكاتب المجهول لرسالة العبرانيين في 8:13. ويقول أيضا هذا الكاتب:
فإنه لو كان الأول أي العهد القديم بلا عيب لما طلب موضع لثاني. لكن بولس في رسالته إلى أهل غلاطية يقول عن الأستاذ القسط يوسيفوس: المسيح افتدانا من لعنة الناموس. المسيح صار لعنة، صار ملعونا، صار مطرودا من رحمة الله. لماذا؟ من أجل الأستاذ أن لا يطيع الله وأن لا ينفذ شرائع العهد القديم، بل يتركها جميعا، يتركها جميعا. لماذا؟ بأن المسيح افتداه على الصليب وعلق نيابة عنه وصار ملعونا من الله تبارك وتعالى من أجل أن يفعل ما يشاء الأستاذ. هذه العقيدة يا إخوة لا يعرفها المسيح عليه الصلاة والسلام. المسيح طلب منهم أن يقيموا الشريعة، أن يقيموا الناموس. في إنجيل متى 19:16 قال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فكان من إجابة المسيح: إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا، احفظ وصايا التوراة، طبق الكتاب المقدس، طبق تعاليم الكتاب المقدس. لكن حضرتكم نسختم كل كلام الكتاب المقدس، كل قوانين الله تركتوها. يا إخوة يا كرام، تلاميذ المسيح هل كانوا يعرفون أن المسيح سيصلب تكفيرا عنهم؟ يقول مرقس في 9:30: كان يعلم تلاميذه ويقول لهم: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. أما هم فلم يفهموا القول وخافوا أن يسألوه. تلاميذ المسيح اللي كانوا جالسين مع المسيح طول الزمان ده ما عرفوا بأن المسيح سيصلب أصلا، حتى يعلموا بأنه سيصلب تكفيرا عن خطاياهم. لذلك البروفيسور شارلز نيبر يقول: إن موت عيسى في نظر الاثني عشر ليس بالتضحية التكفيرية، ليس بالتضحية التكفيرية. والفداء الذي كانوا يرقبونه من المسيح لم يكن الفداء الذي يتحدث عنه الأستاذ، إنما كان التخليص من العبودية. لوقا 24:17 قصة التلميذين المنطلقين إلى عمواس، المسيح شافهم هم زعلانين فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ ليس زعلانين. فقالوا: كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يبدي إسرائيل، كنا نحسب هو الذي سيبدي إسرائيل. يبديهم كيف يعني؟ يعني ينقذهم، ينصرهم، هذا اللي إحنا كنا حاسبينه. لكن لم يحصل الأمر الذي كنا ننتظره. يقول القس الخضري يوسف الخضري في كتابه تاريخ الفكر المسيحي المجلد الأول 378: كلمة يفدي هنا لا تعني ما نفهمه نحن حاليا أي فداء الخاطئ من خطاياه، بل تعني أنه ينقذ ويحرر، فليس معناها الفداء الذي تتحدث عنه أنت يا أستاذ. النسوة التي رأينا المسيح وهو يصلب في لوقا 23:48 رجعوا هم زعلانين. ليش؟ لأنه ما بيعرفوا أن المسيح الآن صلب من أجل خطاياهم. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم، رجعوا وهم يقرعون صدورهم زعلانين. ليش؟ لأن المسيح صلب. ولو كانوا يعلمون أن المسيح صلب من أجل أن يكفر خطاياهم وخطايا المسيحيين في القرن 21 لكان رجعوا وهم فرحين، ما رجعوا هم يقرعون صدورهم من الحزن. إذن يا إخوة، تلاميذ المسيح ما كانوا يفهمون هذا المعنى التكفيري الذي يبشر به الأستاذ القس يوسيفوس، ما عندهم خبر عنه أبدا أبدا، ما عندهم خبر بأن المسيح حين يصلب هم مش مطلوب منهم أن يعبدوا الله، مش مطلوب منهم أن يلتزموا بالناموس. بالعكس، كانوا يفهمون بأن المسيح أمرهم كل ما قالوه لكم اللي هم الكتبة على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، لكنكم لم تحفظوا ولم تفعلوا. فضل أستاذي يا السيد المسيح قال للتلاميذ: إن لي أمورا كثيرة لأقول لكم، ولكن لا تستطيعوا أن تحتملوا الآن. أما حينما يأتي روح الله هو يعلمكم بكل شيء. ده مضمون الكلام اللي قاله السيد المسيح لتلاميذه. ولكن هذا لا يعني بأنه صرح كثيرا أنه سيصلب.
في مرة الصفحة 31 و 32: إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. متى 17: إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. لوقا 9:44: ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم، إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. لقد كان يعلم بوضوح حقيقة أنه سيقوم ويسلم، أنه سيسلم ويقوم. بل ضعوا هذا الكلام في أذانكم، يعني معناها أن يحطوا دي حلقة في ودنه. ويقول فيما كانوا يترددون في الجليل، أي أنه كرش متكرر أنه سيسلم. لم يفهموا لأن روح الله لم يكن في داخلهم. فبص البطرس بعد ما حصل روح الله في داخله وماذا قال، ودلتك لفوة إن لي أمور كثيرة لأقول لكم. وهذا ما قاله أيضا حينما قال، هذا ما قاله أيضا حينما قال: وأنا إن ارتفعت أكذب إلي الجميع. وهذا ما قلته لك سابقا ولم تفهمه. إن لم تمت حبة الحنطة وتم تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. خروف الفصح كان للذي بينه وبين الله عهد، والعهد هو الختام. وانت سألتني وانا اجبتك وافتكرت انك انت حطيتني في معضل. تثنية يقول: اختنوا غرلة قلوبكم. فالهدف من الختام ليس جزءا ظاهرا ولكن القلب. وهذا ما قاله استفانوس لما استشهد حينما قال لليهود: ايها الغلف الغير مختونين بالاذان. فالختان كان رمزا للمعمودية، ودائما الرمز لا يكون مطابق للمرمود إليه. ما هو المن السماوي كان رمزا للمسيح، وقال لهم: أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيا بي. وقالوا: مين أليس هذا ابن يوسف الذي نعرف أبوه وأمه؟ كيف يقول نزلت من السماء؟ ومرة ثانية يقول: كيف يعطينا هذا جسده لنأكله. فالختام كان رمزا للمعمودية. زمان كان فيه غير مفتون وأممي، الآن فيه الذين قبلوه والذين لا يقبلوه، الذين تعمدوا والذين رفضوه. أما الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. تتكلم عن الكنعانية، الكنعانية طلبت أن يشفي الذهب، لم تطلب خبز البنين. هو يريد أن يخلصها، هو أتى لهذا الهدف. الكنعانية كانت في أثناء عبادتهم يقومون بأعمال جنسية في طقوس العبادة بتاعتهم، وعشان كده اليهود كانوا يسموهم إله. وهو حينما قال لها: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، هي فهمت، أنت ما فهمتش. هي فهمت إن ما كانش المفروض تيجي للمسيح وهي لسه عاملة طقوس النجاسة وجاية تطلب، ولكن هو أراد أنها تعترف. فكان هذا يعتبر اعتراف لما بتقول له: والكلاب أيضا. فاعترفت أنها كلبة. تأخذ من الكلب عظيم إيمانك، ستأخذين من خبز البنين. وشفى بالذهب. فالإيمان بالمسيح ليس شكرا على اليهود، ولكن لأي واحد يريد أن يقبل. أود أن أوضح أنه ما من شك أن هؤلاء الذين كتبوا الكتاب المقدس كانوا يعلمون أنه ستأتي واحد ينكر عملية الصلب والفداء. فإذا كانوا محرفين فلنقل أنهم حرفوا بإلهام من الله. لقد ذكروا تفاصيل كثيرة جدا عن الصلب. القبر ذكروا فيه أكثر من 32 موضع أنه قبر جديد منحوت في صخر قريب من مكان الذي يوضع بجوار الصليب، يملكه يوسف الرامي. شرح دقيق عن القبر: النساء لم تكن تعلم بأن المسيح أتى للفداء. لا، هي تعلم أن المسيح سيخلصهم، ولكن ما كانوش فاهمين أن الخلاص لا ينتج من صلبه، لا هم ولا الاثنين اللي كانوا ماشيين بالتلميذي عن واحد.
كانوا يعتقدوا بأن هو اللي هيخلص إسرائيل وهو اللي هيبني إسرائيل، لكن ما دخلش في مخهم أن الموت هو الطريقة. عشان كده استحق أن يقول لهم أيها الغبيان، وأخذ يفسر لهم الكلام حينئذ يقول فتح إذنهم ليعرفوا الكتب حقيقة صلب السيد المسيح واضحة تماما، بدليل أن هو ده لما قال لهم بتتكلموا عن ايه، قالوا له انت من البلد دي ما انتش عارف ايه اللي حصل، ان مسيح والناس قالوا انه امن عبده، فكان الجميع يعرفوها. ونتكلم عن كيف مريم المجدلية ذهبت فجر الاحد، المرأة رتبت انها تذهب الى البستان في فجر الاحد، المسيح يوم الجمعة في يوم القدس صلي، ما كانش فيه وقت عشان يغسل، شافت ان هم نزلوه بسرعه ولفوه في كتان واضافوا حطوه، شافت ان ده ما يصحش ولكن لا يعملوا يوم السبت، فجت من فجر الاحد، كان مقدر بانه يدفن مع الاشرار. هكذا اي واحد بيتطلب له مقبر اسمه مقبره الاشرار. اراد يوسف من رجل من الرمح ينقذه من هذا المصير، طلب اذن من بيلاطس فوهبوا له الطلب. لو هي شافت ان هو اتحط في مقبرة الأشرار أو إن هو ما تغسلش كويس ما كانتش رتيبة ترجع، لكن هي شافت إن هو وضع في مقبرة خاصة بيه وإنه ما تغسلش كويس، فراحت لكي ما تعلن القيامة، وما كانش هدفها كده، ولكن هذه لها نبوة، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته. هذه التفسيرية الصغيرة لها نبوة في العهد القديم، أي أنه كان مقدرا أن يقبر مع الأشرار ولكنه قبر مع قبر الرجل الغني يوسف الرابع. وشكرا على ديانة الدهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا إخوة، النسوة التي أتينا لزيارة قبر المسيح هم ما كانوا فاهمين أن المسيح انصلب علشان يكفر خطيئتهم، مثل التلميذين الغبيين. كلام صحيح جدا يا أستاذ، بس الغريب تبريرك لمجيئهم. حضرتك بتقول ان هم جاءوا لانه المسيح ما تكفل منيح وما تغسل منيح. خليني اقرأ لك بس الفقرة دي من يوحنا 19 على 39. جاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 من، فاخذ جسد يسوع ولفاه باكفان مع الاطياف كما لليهود عادة ان يكفنوا. كل هذا يا أستاذ 100 من، 100 من ولسه ما تغسل مظبوط؟ إيش ده يا راجل؟ يا راجل لو سيارة مشحنة ب100 من بتصير نظيفة. إيش الكلام اللي بتنسبوه للمسيح يا جماعة؟ اتقوا الله عز وجل. 100 من وأطياب ومر ودهن وتكفين، وبعد كده كله ده ما كفى؟ كله ده ما نظفه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأستاذ الكريم يقول هو الكنعانية اللي جاءت له يريد أن يخلصها، هي بتدور على الشفاء هو يريد أن يخلصها. يا أستاذ المسيح يقول لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، مشكلة قال للتلاميذ أنا ما أرسلت لأجل هذه، أنا أرسلت لخراب بيت إسرائيل الضالة، وأنت حضرتك بتقول إنه هي جاية مش طالبة الخلاص، مو مش جاية عشان يخلصها أصلا. طيب أستاذ الكريم، أستاذ الكريم يعني ترك كالعادة الكثير والكثير من النقاط التي أنا أثرتها ولم يتطرق لها لا من قريب ولا من بعيد. يا إخوة يا كرام، من أين جاءت هذه العقيدة؟ من أين جاء الأستاذ يوسيفوس والرسول بولس بهذه العقيدة؟ لقد جاءوا بها من الأمم الوثنية، كما قال سفر الملوك في الثاني بالإصحاح 17، وصاروا باطلا وراء الأمم الذين حولهم والذين أمرهم الرب ألا يعملوا مثلهم. فماذا حصل؟ عملوا مثلهم، فغضب الرب جدا على إسرائيل ونحاهم من أمامه. بالمناسبة حضرتك قل بأنه هم الجماعة دولة كانوا بيعملوا بعبادتهم، كانوا يمارسون الرذيلة، ولم يمر عليك يا أستاذ بأن بني إسرائيل كانوا يصنعون ذلك؟ لم يمر عليك بأن أحد قضاتهم لما سمع بأن أبناءه يضاجعون البنات عند باب خيمة الاجتماع غضب عليهم وقال لهم يعني هذا لا يليق بكم، هذا لا يليق بكم. ولعل الإخوة يحضرونه لك من سفر القضاء أو من سفر صموئيل.
الآن يا إخوة، من أين أتوا بهذه العقيدة؟ هذه عقيدة منقولة عن الوثنيات السابقة. المؤرخ هورينور ويليامز يقول أن من تبرعات البوذيين إني مذنب ومرتكب للخطيئة، وطبيعتي شريرة، وحملتني أمي بالإثم، فخلصني يا ذا العين الحندوقية، يا مخلص الخاطئين، يا مزيل الآثار والذنوب. يرون بأنهم يولدون وهم يحملون الذنب، ففكرة الذنب المحمول هذه فكرة وثنية. فكرة أنه ينبغي أن يكون هناك فادي أيضا فكرة وثنية. الأمم البدائية كانت تأتي بمجرم فتضع عليه الخطيئة وتقتله نيابة عن بقية الشعب، والبابليون كانوا يلبسون هذا الملك أثواب ملكية لكي يصلب تكفيرا عن خطاياهم. اليهود أيضا كانوا يصنعون هذا الأمر، فيأتون عند الكاهن بجدي حي يعترفون عليه بجميع الذنوب، فإذا اعترفوا عليه بجميع الذنوب قتل هذا الجدي أو أطلق في البرية ليحمل الخطايا بعيدا عن بني إسرائيل. فكرة الآلهة التي تنزل لتفدي البشر، هذه فكرة موجودة قديما. السير آرثر فاندلاي في كتابه صخرة الحق يذكر أسماء 16 شخصا إلها متجسدا في أقنومه الثاني صلب أو مات تكفيرا عن الخطايا، منهم أوزوريوس في 1700 قبل الميلاد، بعل في بابل 1200 قبل الميلاد، أنيس في برجيا 1170 قبل الميلاد، ناموس في سوريا 1160، إديوس فيوس في اليونان 1100 قبل الميلاد، وهكذا كريشنا في عام 1000 قبل الميلاد في الهند، أندرا في التبت في الصين 725 قبل الميلاد، بوذا في الصين 560 قبل الميلاد، متراس في فارس 400 قبل الميلاد. كل هؤلاء آلهة صلبوا تكثيرا عن خطايا ذنوبهم. إنها عقيدة قديمة، إنها عقيدة قديمة. جاء في إحدى الترنيمات البوذية عن بوذا: عانيت الاضطهاد والامتهان والسجن والموت والقتل بصبر وحب عظيم لجلب السعادة للناس، وسامحت المسيئين إليك. نفس الكلام الذي يقوله القس يوسيفوس عن المسيح. ماكس مولر في كتابه تاريخ الآداب السنسكريتية يقول: البوذيون يزعمون أن بوذا قال: دعوا الآثام التي ارتكبت في هذا العالم تقع علي كي يخلص العالم، كي يخلص العالم. المؤرخ بونيير في كتابه عقيدة المصريين يقول: يعد المصريون أوزوريس أحد مخلصي الناس، وأنه بسبب جده لعمل الصلاح يلاقي اضطهادا، وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل. العلامة دوان المؤرخ في كتابه خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها في الديانات الأخرى يقول مثل ذلك، يقول: هذه عقيدة مصرية أخذها اليهود والنصارى من المصريين. القسيس جورج كوكس يتحدث عن اعتقاد الهنود في كريشنا فيقول: يصفون كريشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتا لأنه قدم شخصه ذبيحة. المؤرخ دوان في كتاب خرافات التوراة والإنجيل يقول: يعتقد الهنود بأن كريشنا المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنوا الذي لا ابتداء له ولا انتهاء له تحرك حنوا كي يخلص الأرض من ثقل حملها، فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه، مثله يقوله العلامة هوك. العلامة دوان يقول أيضا: إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم العهد جدا عند الهنود والوثنيين. المؤرخ هيجن في كتابه الأنكلوسكسنز يقول أيضا بأن أهل النبات اعتقدوا بأن معبودهم إندرا قد سفك دمه على الصليب وثقب بالمسامير كي يخلص الناس من ذنوبهم، من ذنوبهم. فهذه يا أستاذ كما ترى عقيدة وثنية معروفة عند الأمم الوثنية السابقة. قضية نزول المسيح إلى الجحيم، قضية نزول المسيح إلى الجحيم أنه ذهب ليكرز الأرواح التي في السجن كما في أعمال في بطرس 3:19، وأيضا في أعمال الرسل قريب من هذا المعنى 3:31. والقديس كريستوم يقول في عام 347: لا ينكر نزول المسيح إلى الجحيم إلا الكافر. أقول هذه العقيدة أيضا عقيدة قديمة قالت بها الأمم الوثنية. عابدو كريشنا يقولون بأنه نزل إلى الجحيم فخلص الأرواح التي في السجن، عابدو زورستر
وأدونيس وهرقل وعطارد وكوتس ولوكوتل، كل هؤلاء يقولون بأنه قد صلبت آلهتهم من أجل تكفير الخطايا. لذلك الأب جيمستيد المحاضر في جامعة أكسفورد يحاول تبرير هذا التشابه فيقول سر لاهوتي، كيف تشابهت هذه الأمم الوثنية مع المسيحية؟ يقول سر لاهوتي فوق عقول البشر وليس من الممكن تفسيره حسب تفسير وتصورات هؤلاء البشر. كيف هؤلاء فهموا هذه العقيدة؟ هو مش عارف. لكن الله عز وجل يقول ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا القول من أين أتوا به؟ مشابهة للوثنيات السابقة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء هؤلاء، دعوكم من أهوائهم، اسمعوا إلى كلام المسيح عليه الصلاة والسلام، اسمعوا إلى الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أردتم أن تفوزوا بالحياة الأبدية. أيها الإخوة الكرام، من أراد دخول الحياة الأبدية فعليه بكلام المسيح، ليس بكلام الأستاذ تيفوس والمجامع من قبل التي تقول بأن المسيح صلب من أجل أن يكفر خطايانا. فالمسيح لم يقل ذلك، إنما قال في متى 25 فإني أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. إذا لن تتبعوا الوصايا لن تدخلوا الجنة، وأنتم تركتم وصايا المسيح الذي أمركم أن تعملوا بحسب ما قال الكتبة، لا أن تعملوا بحسب أعمالهم ولا بحسب مجامع الكنيسة. إذا يا إخوة يا كرام، هكذا ترون أن هذه العقيدة عقيدة وثنية منحولة عن الأمم السابقة. شكرا. أنا تعليقي أن عقيدة صلب الكتاب إذا كان هناك ما يشبهها فالشيطان الذي يريد ضلال الناس أصاب هذا كله اللي موجود. الكتاب المقدس لم يكتفي بالنبوات، ولم يكتفي بقصص ترمز إلى الصلب، ولم يكتفي بذبائح وطقوس، ولم يكتفي بملك صادق الذي أتى يقدم الذبيحة بخبز وخمر، ولم يكتفي بأنه نزل 40 سنة من اليهود وقال لهم إنها كانت ترمز إلي وأبائكم أكلوا مني في المالية ومات. هناك كثير من النبوات حينما يقول بذلت ظهري للضاربين وأدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبصق، حينما يقول ويكون في ذلك اليوم يقول السيد الرب إني أغيب الشمس في الظهر وأقسم الأرض في يوم نور عاموس 8-9 وهو مذبوح لأجل معاصينا، مشكوك لأجل آثامنا، كذيب سلمنا عليه وبجراحاته شفينا. هناك في العهد القديم والعهد الجديد ما يكفيك لأن تنظر إلى الخلاص. أما إذا أردت أن تتبع من يعطيك شكا فهذا هو اختيارك، هذا هو اختيارك. أكتب هذا القدر وشكرا لحسن استماعكم، واسألوا الله الجماعة دول يقولوا لعل يكون الله مرشدا وصدقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن يا إخوة، ليس عند الأستاذ إلا موعظة لكم أن تسألوا الله أن يريكم الحق، فأنا أقول لكم جميعا اعملوا بنصيحة الأستاذ فاسألوا الله عز وجل أن يبصركم بالحق وأن يجعلكم من أتباع الحق. إذن يا إخوة يا كرام، الأستاذ الكريم عنده بعض النصوص المتناثرة أحضرها من العهد القديم، ضربت وجهي بذلت ظهري للضاربين خدي للناتفين، خلاها هي المسيح مع أنه ما أدري من فين أتى بالمسيح، هو مجروح لأجل معاصينا اللي جاءت في إشعياء 53 والتي تتحدث عن المسبيين إلى بابل ولا علاقة لنا بالمسيح، كمان خلاها عن المسيح. لكن هذه طريقة الأستاذ الكريم دائما يلقي الكلام من غير أن يدلل عليه. أقول يا إخوة يا كرام، العقيدة العجيبة التي يتميز بها النصارى هي عقيدة أن الإنسان يحمل ذنب الآخرين. هذه العقيدة ينقضها كتاب الأستاذ، كتاب الأستاذ ينقضها. سفر المزامير 49-7 الأخ لن يبدي الإنسان فداء
ولا يعطي الله كفارة عنه. أنت بتقول الإنسان المسيح الإنسان جاء كفارة عنا، وهو يقول لا، الأخ لن يبدي الإنسان فداء، الإنسان أخو الإنسان ما يبدي أبدا أبدا. الأستاذ لم يمر عليه لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته، كل واحد يموت لأجل خطيته. إيش علاقتنا إحنا بذنب آدم؟ لماذا نحن نموت عن خطيئة آدم؟ متى 16-27، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمل أبيه. لا، ما قال حسب عمل أبيه، قال حسب عمل آدم. لا، يجازي كل واحد حسب عمله هو. المسيح يقول في متى 12-36، كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فمعنى ذلك ما في أحد يحمل خطيئة أحد يا أستاذ، لا إحنا نحمل خطيئة آدم ولا نحمل خطيئة غيره، كل إنسان يأخذ خطيئة نفسه فيعاقب عليها، وهذا ما يليق بعدل الله، هذا ما يليق لعدل الله. طيب، انتهى الوقت أيها الإخوة الكرام. أتقدم بالشكر الجزيل لسيادة القس يوسيفوس، أترككم برعاية الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدركم إلى الحق. اللهم إن كان الحق ما قاله الأستاذ يوسيفوس فخذنا جميعا إلى هذا الحق، وجعلنا من أتباعه، واهدنا إليه، وثبتنا عليه. وإن كان الحق ما قلت، اللهم فخذ بنواصينا جميعا إلى هذا الحق، وجعلنا من أتباع الحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، على نيته وسره، فحق أنت أن تعبد، وحق أنت أن تشكر، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب إليك مفضية، والسر يا ربي عندك علانية، الحلال ربي ما أحللت، والحرام ربي ما حرمت، والدين ما شرعت، والعبد عبدك وابن عبيدك وابن إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم، وذرفت لك عيونهم، نسألك يا مولانا أن تدلنا على الحق، وأن تجعلنا من أتباعه، أن تهدينا جميعا إلى هذا الحق أينما كان، وأن تجعلنا من المستمسكين به، وأن تحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. إنك ولي ذلك والقادر عليه، قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فذلك محض توفيق الله، فله الحمد وله الشكر، وإن كان خطأ أو زللا فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.